موجز الأخبار من قناة تيرمينال القاهرة، أهلا بكم مشاهدينا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الطلاب المستجدين بالكلية الحربية بضرورة الاهتمام والتحلي بالإرادة القوية وقدرة التحمل، معربا عن ترحيبه بالطلاب الجدد. وأضاف خلال زيارته فجر اليوم إلى الكلية الحربية ولقائه بطلبة الكلية أثناء تأدية تدريباتهم الصباحية أن الأمر يتطلب منهم المزيد من الانضباط، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعداد الرجال الذين يقدمون حياتهم ودماءهم فداء لوطنهم ومن أجل أن تعيش الدولة وتستمر ولا يستطيع أحد المساس بها، وذلك بفضل تضحية أبنائها من القوات المسلحة والشرطة. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما. تأتي توجيه الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال المنتدى انطلاقا من التقدير لدور ومكانة مصر الإفريقية والإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الإفريقي خلال العام القادم. وتتضمن الزيارة عقد لقاء مع المستشار النمساوي فضلا عن مباحثات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين بالنمسا. أمرت النيابة الإدارية بإحالة 27 متهما من العاملين بقطاع الآثار والإدارة الزراعية بالمنوفية للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية، ما مكن عددا من المواطنين من إجراء أعمال حفر وتنقيب بتل أم حرب الأثري بمنطقة آثار المنوفية وبناء صوب زراعية عليها بالمخالفة للقانون. بدأت وزارة القوى العاملة اليوم وحتى الخميس المقبل قبول الأوراق الثبوتية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل عام 1990 قبل حرب الخليج أو ورثتهم السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي. وأعلن وزير القوى العاملة محمد صعفان أن هناك وفدا عراقيا يزور القاهرة حاليا لهذا الغرض برئاسة علي جعفر الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمصريين أو ورثتهم من السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي. كشفت مصادر في ميناء الحديدة أن الميليشيات الحوثية قامت بنهب معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين، كما نهبت مواد غذائية وسيارات ومستلزمات وغيرها من المواد التي كانت في طريقها للشحن عبر الميناء. وتأتي عمليات السرقة هذه بعد توقيع اتفاق السويد الذي يقضي بوقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات من المدينة ومينائها. هنأت دولة الإمارات البحرين بعيدها الوطني مؤكدة العلاقات القوية بين البلدين العضوين. وهنأ ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه عبر تويتر مملكة البحرين والملك حمد بن عيسى والشعب البحريني بمناسبة اليوم الوطني 47 للبلاد. رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه وكافة أعضاء الحكومة الاستفادة من الزيادة في الأجور بقيمة 100 يورو شهريا، والتي أعلنها الاثنين الماضي خلال خطاب ألقاه عقب احتجاجات السترات الصفراء. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن زيادة الأجور الجديدة ستطبق على كل العاملين في الدولة منذ مطلع يناير عام 2019، مشيرة إلى أن رواتب أعضاء الحكومة ضمن فئة خارج النطاق لموظفي الخدمة المدنية، حيث كان ينبغي زيادتها نظريا بنسبة 4% في مطلع يناير المقبل. رياضيا، يسعى نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لتعميق جراح مانشستر يونايتد عندما يلتقي الفريقان في 6 مساء اليوم بملعب أنفيلد في قمة مباريات الجولة 17 في البريمير ليج. ويدخل الريدز مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزا غاليا على نابولي الإيطالي وحجز مقعده في دور 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا. ويتطلع ليفربول لتحقيق الفوز 6 على التوالي والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.